Thank you.
Bravo. بلال هدف ثاني للمنتخب الوطني من تسجيل بلال بن حمودة. دقيقة 53 أحرز اللاعب رقم 18 بن حمودة بلال. Ball for Algeria team by the player number 18 بن حمودة بلال. هدف ثالث للمنتخب الوطني زين الدين بوتمان. زين الدين بوتمان اللي كان دخل بديل في الشوط الثاني.